السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في قناتكم قناة المستقبل، أسهل الطرق للوصول إلى كندا. ترحب بكم وأهلا وسهلا بكم. تأسست في عام 1938، هي تعاون يملكها ما يقارب من هالقد رقم عضو، فيه مجموعة ديمقراطية تساهم في الاقتصاد المحلي وتفيد المجتمع بالكامل. هاي التعاونية هي عبارة عن بقالة أو متجر بيها، يعني هي تعاونية الشركة كاملة. تعد الجمعية التعاونية من خلال تبرعات ورعايات وحسوماتها العديدة رصيد حقيقي للمجتمع. يعني هاي التعاونية بيها مزارع، عندها مزارع خاصة، هي ما تشتري من الخارج أو تجيب من برا، عندها مزارع دواجن، عندها ثروة حيوانية، عندها زراعة تنتج ثم تبيع بمحلاتها. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى الكل يستفاد من هذا الفيديو. اي شخص او معظم الاشخاص ما عندك مهنة، ما عندك شهادة، انت تبحث عن عمل والوصول الى كندا وتبحث عن اي طريق للعمل الى كندا. هاي التعاونية هي اللي تفيدك. ليش؟ لانها ما تبحث عن مهنة، ما تبحث عن شهادة لغة، ما تبحث عن واحد عنده شهادة علمية، هي تبحث عن موظفين، واحد يعرف يشتغل. وها هاي الموقع مالتها، شوفوها وقروها. راح تيجي تقول لي شوف تأسست عام 1938 في كندا في منطقة كيبك وفي منطقة أونتاريو. كيبك تتكلم اللغة الفرنسية وأونتاريو تتكلم اللغة الإنجليزية. طبعا خنروح نشوف مثلا في البيئة يحجون هنا. طبعا هاي انت لازم كلها تقراها وتفتهمها حتى تعرف تقدم. شوف انه من دوام نتعاون مع اعضانا في الانشطة المجتمعية الرياضية الثقافية. هاي التعاون يقدم فريق المساعدة في مشاريع محلية، يعني ايضا حوالي 100 منظمة شريكة في برنامج التفرعات والتبرعات العفو، نظام المنظمات المجتمعية والمدرسية والجمعيات الصحية والترفيهية والثقافية لعدة سنوات. هي تعاونية، عدها محلات مثل ما قلت لك، مزارع تبيع لهم. يعني هي ما بتشتري من برا، هي من داخلها للداخل وتبيع. شوف وتعرف تسوي وتعرف كيكات وحتى مطاعم بهاي المحلات. المهم عندك طريقتين لتقديم العمل. اول شيء خلينا نشوف الوظائف الموجوده وبعدين نسولف على طريقتين العمل. يعني انا قلت لكم ما يريد منك شهاده، ما يريد منك رخصه عمل، ما يريد منك حتى شهاده لغه، ما يريد منك حتى شوف هنا عامل مطمع، عامل عفو طعام، دوام كامل اليوم هوايه اسهل. عامل طعام يعني هو يمسح ينظف بالمطعم، كاتب مأكولات لذيذة وجبن، كاتب مصايد هذا يشتغل ينظف أسماك، بقالة جاهز، كاتب جاهز أكل يعني هم مطعم، صانع بيتزا، طهي معجنات، كاشير، كاتب فاكهة وخضروات. طبعا هاي الكاتب هنا تنقلب لأن ترجم الكلام باللغة العربية بس هي بالإنجليزية أو بالفرنسية. مساعد بايع فاكهة وخضروات، هذا اللي يشيل واللي يجيب. مدير خدمة العملاء، طحن معجنات، طبيب أسنان يريدون همينه. شوف هاي كلها موجودة عندك. يعني إذا أضغط على مدير مسائي، طبعا هذا المدير المسائي أنت ما تريده لأن أنت ما عندك لغة. يعني أنت اعتبر نفسك ما عندي لغة، ما عندي مهنة محددة حتى أشتغل بيها، ما عندي رصيد بنكي، بس هم يحتاجون عملاء، يحتاجون وظائف. يعني أقل ما بيها شوف هنا، أقل ما بيها تشتغل عامل طعام أو منظف أسماك أو صانع بيتزا. هاي كلها موجودة بهاي الماركتات أو البقالات مثل ما تريد تسويها. شوف هنا التوازن، دفع رواتب أسبوعية، راتب على أساس الخبرة، يتم توفير زي الرسمي، حزم مزايا تنافسية، تذكر الثقافة التنظيمية على التطوير الوظيفي. يقول لك هنا الراتب حسب خبرتك، يعني كل سنة بعد سنة انت تشتغل وياهم راح يزيد راتبك، راح يزيد اكثر ثم يزيد اكثر. عندك طريقتين للاتصال بهم. الطريقة الاولى تروح على الاتصال هنا، تضغط
ترجمها باللغة العربية، وما تحتاج، لأن أنا حترجم لك إياها وراح أشرح لك إياها. طبعا هاي المناطق هياتها، هاي المحلات. يقول لك هنا ساعة العمل من الاثنين الأحد، من 8 صباحا حتى 10 مساء. هذا العنوان تريد تدقق منه، هذا الإيميل مالتهم تريد تدخل وتكتب لهم، هذا الإيميل الثاني الإيميل مالتهم. هنا تكتب اسمك، بريدك الإلكتروني، تعليقك، ما تحتاج أي سيرة ذاتية، ما تحتاج أو السي في. أنت تكتب أنا محتاج للعمل وأتمنى العمل معاكم في هذا، يعني تكتب شوية مدح أو تمدحهم بالكتابة. وإذا ما تعرف تجيب مدح، تكتب من الجوجل مدح صاحب العمل أو مدح مكان العمل، هو راح يعطيك قصة كاملة، تسوي فوتوكوبي وتخلي عليه اسمك وتقدم، وتكتب هنا تسوي إرسال. هاي الطريقة الأولى. طبعا أكثركم راح يقول لي ماكو، هاي فقط من داخل كندا، هذا كلامك مو عقلاني كذا كذا. شوف راح أسولفكم إياها. الطريقة الثانية، طبعا الطريقة الثانية ليش خليتها طريقة ثانية؟ حتى أيضا أسمع التعليقات من يقول لك هاي الوظائف فقط داخل كندا، هاي الوظائف ما أدري شنو. لا ماكو، يقول لك هنا قدم عبر الإنترنت للحصول على التوظيف الدولي. ده يقول لك قدم عن طريق الإنترنت للحصول على التوظيف الدولي، ما تحتاج لا سيرة ذاتية أو سي في، ما تحتاج شهادة لغة، ما تحتاج حساب بنكي، ما تحتاج حتى رخصة عمل. انت فقط تدخل هنا تقول لك قدم عبر الانترنت للحصول، ها ضغط هنا يفتح لك الايميل، تراسلهم، تكتب لهم الاسم اللي تريده، تجي هنا تكتب بالفرنسي او بالانجليزي اللغة. طبعا ما تقدر تكتبها باللغة العربية، ما يصير، لازم بالفرنسي او اللغة الانجليزية. تقدر تترجمها وتكتب لهم انا اريد اشتغل وياكم، انا اتمنى العمل معاكم، انا عندي، بس انت خلي خبر، انا عندي خبره، انا عندي كذا. لا تقول انا ما اعرف احكي فرنسي او ما اعرف احكي انجليزي 0%، لا، تخلي لك 50-40% تعرف تحكي فرنسي او تحكي لغه انجليزيه. المهم لا تنزل من نفسك حتى هم ما يشوفوك، لازم تصعد نفسك حتى هم يشوفوك. لان لا تخاف انه اذا تجي لهنا وبعدين هم يفصلوك، خلاص انت ما دام تخلي رجلك داخل كندا بعد ما حد يقدر يطلع رجلك من كندا. المهم تقدم هنا بدون سيرة ذاتية، بدون سي في، قلت لك تجيب على الجوجل تكتب لهم وتقدم عبر الانترنت للحصول على التوظيف الدولي. تنزل هنا هم هنا يقدم على الانترنت، شوف هاي كلها كاملة. شوف هنا اضغط على الصورة اذا تريد تشتغل بالمقبلات او داخل المطعم مالتهم. هو شنو مجهز، يسوي كيكات، يسوي فطاير، يسوي صمون او خبز او اللي تريده، المهم ويقدمه للبقالة حتى تبيع. هنا تنزل هنا هذا للفاكهة، للترتيب الفاكهات، الواحد يجي يمسح الفاكهة، يرتب الفاكهة، الفاكهة يمسح القاع المكان، يمسح الاثاث بجهة الفاكهة، يرتب الأثاث، هو هذا كل الوظائف هنا. يعني جدا شو وظيفة جميلة، جدا وظيفة سهلة. إذا أنت كنت أو ناوي أو تريد توصل لكندا، فأسهل طريقة بهذه الشركة. وهمنا مكتوب تقدم عبر الإنترنت للحصول على التوظيف الدولي، نقدم لنا مواهبك وخدمتك في التوظيف الدولي، تواصل معنا هنا، ابحث عن متاجرنا الثلاثة حاليا عن مرشحين للعمل في الأقسام المختلفة. يعني يريد منك عمال، يريد منك، هم فاتحين 3 متاجر هسه جديدة ويريدون عمال توظيف دولي. أتمنى لكم الخير والسعادة والجمال، وأهلا مرحبا فيكم في قناة المستقبل، هي قناة الأسهل الطرق للوصول إلى كندا. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك، وأنا أحبكم من كل قلبي. راح اخلي لكم الموقع القناة او موقع الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو، حتى تدخل تضغط عليه وتقدم، وان شاء الله بالتوفيق يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.